الفكرة من الفيرمات ميثود، يعني حسب أعيد زي ما سأل زميلكو، الفكرة من الفيرمات ميثود إنه أنا عندي رقم N، هاي N هذا بدي أعمل له factorization. شو يعني factorization جماعة؟ يعني بدي ألاقي عوامله، يعني بمعنى آخر بدي ألاقي N، ألاقي هي حاصل ضرب رقمين، يعني أحللها للعوامل. طبعاً أجين الطريقة هاي مش شرط تطلع A prime و B prime، بس هي لقت two factors A و B. إذن هم A مش برايم و B مش برايم، رد إيش؟ رد حللهم بدل N هون، لف اللي بعديها ودي لها A حتى نصل للمرحلة هاي اللي هي آخر السلايد تحت. إذا طلعنا من الفاكتورز هاي ما لقيناش ولا فاكتور، بتكون وصلنا لواحد من هذول هو برايم، وصلنا إلهم برايم. ماشي؟ إذن الفكرة بدي ألاقي فاكتورز A و B. طيب كيف؟ إحنا بنعرف بالرياضيات إذا في عندي رقم هو حاصل فرق بين مربعين، يعني في عندي X تربيع ناقص Y تربيع، سهل حلله للعوامل، هو عبارة عن X زائد A و X ناقص A. فأنت X زائد A نفرض هي واحد أول رقم سميناه A هون، و X ناقص B هو ثاني رقم سميناه B. طب كيف ألاقيه هذول ال X وال Y؟ بلش كالتالي. X أول شيء جذر ال N اللي بتشتغل فيه بالأول، كويس؟ بعدين روح شو ساوي؟ فوت على اللوب الآن. while x أقل من n، فوت على اللوب. طبعاً x أقل من n مش من جذر n. أنت بتأخذ من الجذر، يعني بدك تبلش تقريباً من الجذر للn. بتشوف أول شيء شو بتعمل؟ x تربيع، هاي أول x أنت، ناقص n. n ثابت أنت عارفه، x هيك عارفها بالإيدا، تطلع رقم w. هسا ال w هذا is if هاي ال f statement مهمة. if w is perfect square، يعني هو رقم مربع، معناته شو بساوي؟ بطلع واي اللي بدور عليها هون، واي تساوي جذر الدبليو. هاي المعادلة شو قلنا؟ هاي إذا بتحولها هاي شو بتطلع؟ بتطلع إنه N هون، نقول N للطرف هون ونقول W للطرف هون، يصير N تساوي X تربيع ناقص W اللي هي Y تربيع، هي مربع هاي، فصارت X تربيع ناقص Y تربيع زي هون. معناته A اللي بدي إياها هي X زائد Y، و B اللي بدي إياها X ناقص Y. هذول حللت الرقم N لعوامله الأولية، هاي الفكرة. هسا إذا A و B مش برايم، رد عيد، رد اعمل factorization ل A حتى تصل إنه لكل البرايم factorization اللي بدك إياه. الآن إحنا اللي بهمنا على الأقل إنه بس نجيب factorization تبعت الرقم ل two numbers هذول، لأنه هذول related للي من نشرحه هسا بالشابتر الجاي، لأنه كل الأرقام اللي من نتعامل معها الشابتر الجاي تبعت ال RSA N نفس الرموز حنستخدم. N هي حاصل ضرب two numbers، فأنا إذا بستخدم الفيرمات الجورثم هاي بعمل factorization للرقم. طيب خلينا نشوف الشابتر 10، نحكي عن الـ RSA. الآن حنفوت في موضوع الـ RSA اللي هو chapter 10، بيحكي عن الـ RSA. أو in general بيحكي عن الـ asymmetric key cryptography، بس إحنا حنختار السكشنز اللي بتحكي عن الـ RSA. إحنا بجوز زي ما ذكرت في مقدمة الشابتر الماضي، في عندنا symmetric و asymmetric، ولحد chapter 8 لما خلصنا modes of operations كنا نحكي عن symmetric. ماشي؟ كنا نحكي عن symmetric. الآن الشابتر اللي راح اللي خلص شابتر 9 بلشنا نحكي شوية عن شوية ماث، كيف نجيب برايم، كيف نعمل برايماليتي تيستينج، كيف نعمل فاكتورايزيشن، يعني هاي الكي ووردز اللي بدنا نضل متذكرينها. ماشي؟ وشفنا الأويلر ثيوريم، وشفنا الفيرمات ثيوريم اللي لها علاقة كيف نرفع للأس وكذا وهاي الشغلات، لأن هاي مهمة. الآن حييجي التطبيق، يعني الآن
التذكير تبع الماث اللي بشابتر 4 وشابتر 2 وبشابتر 9 هذول الان كلهم حينصهروا عشان نشوف كيف الار اس اي بيشتغل. ماشي، كيف الار اس اي بيشتغل. طيب، اول شغله بنلاحظها ان شوي نتعرف على المصطلحات الان. سيمتريك كي كريبتوغرافي هو بيعتمد على شيء بنسميه شيرينج ا سيكريت او شيرد سيكريت. شوف المصطلحات جماعه، ضروري يعني نكون عارفينها. ماشي، ففي عندي يعني انا عشان طرفين A و B يشتغلوا سيمتريك لازم الطرفين هذول بالأول يكون عندهم shared secret. ماشي، بدناش نستخدم كلمة private secret، shared secret. كلمة private و public محجوزات للأسيمتريك. يعني لما نقول كلمة public و private يعرفوا أننا بنحكي عن asymmetric key cryptography. لما نقول shared secret، ماشي، أو إله اسم ثاني اللي هو نسيت والله، في إله اسم كمان، بس لما نقول كلمة shared secret يعني إحنا نقصد به symmetric. ماشي، symmetric. الآن وجود symmetric لا يغني عن استخدام asymmetric. يعني الآن قبل ما نفوت بالتفاصيل وقبل ما نصير نقول حسنات وسيئات، السيمتريك سيستم والأسيمتريك سيستم هذول الاثنين حيظلوا عايشين مع بعض. يعني ما نقدرش نخصص نقول طب خلص ما ليش ما كل الدنيا تصير أسيمتريك. يعني هسه حنشوف خصائص الأسيمتريك في شغلات كثير كويسة، طب ليش ما نقلب الدنيا كلها أسيمتريك وخلص ونريح راسنا؟ حنشوف ليش. بس أنا بدي قبل ما يعني أخربطكم بالتفاصيل نطلع بالخلاصة هاي، إنه الأسيمتريك والسيمتريك حيظلوا عايشين، حيظلوا موجودين، ما نقدرش نستغني عن واحد، كل واحد بيكمل وجود الثاني. ماشي، كل واحد عشان يشتغل الثاني بدي الأول. يعني عشان يشتغل السيمتريك بدي الأسيمتريك، وعشان الأسيمتريك يصير مفيد بدي السيمتريك. ماشي، حنشوف كيف، بس الآن هاي الفكرة. يعني ماشي، هاي الفكرة، ما بدنا نستغني عن أي واحد، ما واحد حيلغي الثاني. الآن فكرة دقيقة بس خليني أشوف إذا نسيت بعض الملاحظات. في شغلة كمان حاب أنبه عليها قبل ما نفوت. الآن إحنا بالسيمتريك إذا متذكرين شو البيسك بيلدينج بلوكس، حدا يذكرني كيف كان يشتغل السيمتريك إن جنرال؟ شو البيسك بلوكس تبعونه؟ شو في جويته؟ مين حاب يحكي؟ خلينا أسأل، شكلكم غبتوا. عهود موجودة؟ نعم دكتور. يا عهود، شو البيلدينج بلوكس اللي بالسيمتريك؟ مو عارفة صراحة. طيب عبد الله، مذكرنا بشو بالبيلدينج بلوكس بالسيمتريك؟ شو كان في جويته؟ شو يعني انت اذا متذكر الاي اس مثلا كيف كان يشتغل؟ شو في جويته؟ شو الستيبس وكذا؟ دكتور، اول شيء المهم في اربع خطوات او خمس او الاربع يعني ستيج بجنرال يعني ما بديش يعني اي اي اس او دي اي اس او شغله زي هيك. يعني شو كان من جوا البيلدينج بلوكس بشكل عام شو كان يساوي؟ اللي بيجي البلين تيست والكي بعمل له جنريشن وبعمل لهم اكس اور وبدخلهم على
يعني مش بس اكس اور، مش بس اكس اور، بيان في شفت في شيء بيان انه كانوا يغيروا ترتيب البيتس موجودين، كان عندي اد وماكس وشفت. كويس، اذا كان في عندي اذا متذكرين في سبستيوشن، في بيرميوتيشن، في راوندز، صح؟ هذا كان البيلدينج بلوكس اولموست تبعات السيمتريك، صح؟ كان في عندي اس بوكس وبي بوكس اذا متذكرينهم، من هذول هم الستيبز اللي بحتاجهم. كان عندي سبستيوشن وبيرموتيشن وراوندز، وضل عيد راوندز وسوابينج واكس اور زي ما حكى عبد الله. فان هاي البيسك بيلدينج بلوكس تبعات السيمتريك. الان حنلاحظ بالاسيمتريك، انا قاعد بقارنكم من البدايه، وهذا الحكي بجوز بس تخلصوا الشابتر يعني حتشوفوا انه يعني حيصير واوضح بجوز بالنسبه لكم، بس على الاقل ما ننساش هاي الشغلات للي بيرجع يسمع الفيديو ليتر، يعني تكون واضح ان شاء الله. الاسيمتريك جماعه كل الاوبريشنز، اول شيء ما في راوندز، يعني البلوك نفسه بمره واحده بشتغل عليه، هاي اول شغله. الشغله الثانيه ما في سبستيوشن وبيرميتيشن، هو ماثيماتيكال اوبريشن، ماثيماتكس بدخله زي كاني على فانكشن، والفانكشن هذا له علاقه بالفاي اوف ان والاويلر ثيوريم اللي حكيناهم شابتر 9. ماشي، اذا بالسيمتريك نعتمد على السبستيوشن والبيرميتيشن، لكن بالاسيمتريك هي بتعتمد على ماثيماتيكال فانكشنز. البلين تكست بالسيمتريك كنا نتخيله كيف زي كاركترز، يعني نقسم ثمانيات او نقسم 16. الان بالاسيمتريك هذا عباره عن باينري نمبر، يعني يصير نشتغل ماثيماتكس معه. ماشي، يعني بصير البلين تكست فعليا ما اتخيله بايتس، كل 8 بت هذول عباره عن كاركتر، لا لا لا، لما اعطيك مثلا 124 بت البلوك مثلا، هذول عباره عن نمبر، انتجر نمبر، وبضربها برقم ثاني وبعمل مد وبقسم على رقم ثالث ومش عارف شو، وبطلع عندي رقم جديد، هذا الرقم هو الانكريبتد. فانا بتعامل مع ارقام، البلين تكست والسايفر تكست هو بيورلي ماثيماتيكال نمبرز انتجرز، لكنهم very large numbers. ماشي، فيعني هيك بس الواحد اللي يقدر يتذكر بعض الشغلات تاعي. الكي الان بالسيمتريك في عندي one key اللي سميناه shared key او secret key، الاسم الثاني بسموه shared key، هسه تذكرت shared key. اذا shared key او secret key عندي واحد. الان اذا بنيجي للاسيمتريك عندي two keys، وtwo keys لكل شخص داخل بالعملية التواصل. ماشي، الآن أعطيكم بس مثال عشان أورجيكم. لنفرض عندي 10 أشخاص، كويس، والعشر أشخاص هذول بدهم يتواصلوا securely. هسا إذا بستخدم خليني أرجع للسيمتريك. إذا بستخدم shared key system زي ما احنا، كم key بدي؟ الآن ما بقدرش أنا أستخدم one key مع كل العشرة، لأنه أنا مثلا رائد إذا بده يحكي مع X ما بصير Y يقدر يعمل decrypt للمسج. إذا رائد بده يكون عنده 10 keys، صح؟ عشان أستخدمهم مع كل شخص لحاله، والإكس بده يكون معه عنده 10 كيز عشان يستخدمهم مع التسع أشخاص اللي بالمجموعة، واحد شيرد مع رائد نفسه وتسعة مختلفين مع الباقي أو ثمانية مختلفين مع الباقيين. ففعليا إذا منلد على 10 أشخاص، إذا في عندي 10 أشخاص بالمجموعة، كل واحد بده يكون عنده 10 different keys عشان اللي هم يعني هم actually واحد إله عشان الناس تحكي معه، وتسعة هو عشان يحكي مع الناس الثانيين. فعشان هيك مجموع الكيز بده يطلع N في N minus 1 اللي هو تقريبا 90 كي، 90 shared key، عشان أضمن أنه أي اثنين بيحكوا مع بعض ما حداش يقدر يشوف الحكي تبعهم إلا بس الاثنين هذول، بدي 90 كي. الآن إذا منيجي للأسيمتريك، الأسيمتريك فكرته كالتالي، كل يوزر
للعشرة هذول، نرجع لمثال العشرة، كل يوزر بيعمل generate two keys، واحد public واحد private. أنا دائما لما أدرس الكورسات بشبه الطلاب بقول لهم الأسيمتريك زي اللي عنده إيميل، شوفي في الإيميل نفسه تبعك الأكاونت وفي الباسورد، فكل واحد منكم مثلا عنده إيميل وعنده باسورد للإيميل، هاي هذا الإيميل نسميه public، أنا بدي أرسل لك إيميل بدي أعرف شو إيميلك عشان أودي لك إيميل، بس أنا ما بقدر أفوت على إيميلك لأنه ما معي الباسورد. ففي عندي زي شغلتين دائما مترافقات مع بعض، في public key في private key، ماشي؟ كل يوزر له public key و private key. البابليك كي بيعمل انكريبشن، والبرايفت كي المرافق بيعمل ديكريبشن فقط للتكست اللي انعمل له انكريبشن بابليك كي. يعني انا مثلا بعرف اليوزر نيم والباسورد تبعت اكس، ما بقدر استخدم الباسورد تبعت اكس عشان افوت على ايميل تبع واي، الباسورد تبعت اكس بتفوت فقط على ايميل اكس. فإجي إذا إجيت حطيت إيميل واي اليوزر نيم تبعي واي وحطيت الباسورد تبع إكس برفضها. إذا لاحظوا العلاقة هذول دائما البابليك كي والبرايفت كي مع بعض شغالين، وأعتقد هذا الحكي أنتوا أخذتوه بالكورس تبع سيكوريتي، بس أنا بعيد للتأكيد هون، ماشي؟ للتأكيد اللي عنده سؤال يسألني. إذا في جنرال كويستشن إشي واحد يعني نقطة كان ما خضها مش عارف جنرال يعني أي شيء، خلينا بالبداية نناقشه قبل، لأنه المفهوم المفروض بتعرفوه المفهوم، بس الآن إحنا هنأخذ الألغوريثم بالماثماتيكال ديتيل سبعون بالشابتر. إذن كل يوزر في له two keys. الآن أنا شو بهمني أعرف عن الأطراف الأخرى؟ يعني أنا بدي أتواصل معكم، شو بهمني أعرف؟ مين يجاوب؟ الإيميل اللي هو شو يعني إذا بنحكي بالآر أس إيه؟ البابليك كيز. أحسنت. الآن إذا أنا بدي أتواصل معكم ما بهمني أعرف البرايفت كي تبعك، إذا من اسمه البرايفت كي بيضل برايفت إلك خاص إلك، هاي الباسورد تبعتك ما حدا يعرفها، بس إذا الناس بدها تتواصل معك تودي لك إيميلز بدهم اليوزر نيم تبعك، خلنا نسميه اليوزر نيم. إذا اليوزر نيم لازم يكون public، اللي هو عشان هيك اسمه الكي الثاني، ولو إنه كي لكنه public مش secret، وهذا لازم يكون معروف. عشان هيك أنا إذا بدي أودي لك إيميل أول إشي بدي أقول شو إيميلك، لك تعطيني إيميلك، بعد ما تعطيني إيميلك بقدر أتواصل معك. هسا الآن أنا بودي لك إيميل المفروض ما حدا يقدر يشوفه غيرك، ما حدا يقدر يعمل اكسس على ايميلك غيرك، عشان هيك البرايفت كي السكيورتي بالار اس اي بتعتمد انه البرايفت كي يضل برايفت طبعا، او بمعنى اخر انه اذا لاحظوا صرنا نحكي سكيورتي هسه، اذا البابليك كي معي لازم ولا باي طريقه اقدر اطلع منه البرايفت كي. كل فكرة الـ RSA قائمة على الفكرة هاي، الـ Public Key. يعني هني في شغلتين بتحس المتناقضات، هني مش متناقضات، حنشوف الماثماتيكال ديتيلز تبعهم، انه الـ Public Key لازم يكون Public عشان يشتغل السيستم، لازم اعرف انا اليوزر نيم تبعك، الايميل اكاونت تبعك لازم اعرف عشان اودي لك ايميل. نفس الشيء الـ Public Key لازم يكون معروف، بالمقابل وبنفس الوقت لانه معروف بس لا يمكن من خلاله أقدر أطلع البرايفت كي. واضح؟ هذولا الشرطين يعني ما فيهم تناقض فعليا على أرض الواقع، مطبقات البابليك كي إز بابليك ولا يمكن استنتاج البرايفت كي من خلال. الآن شوفوا كيف بيشتغل السيستم. أليس، ماشي، أليس إذا بتتودي لبوب تعمل البلين تكست اللي عندها، تعمل انكريبت تحوله لسايفر تكست، شو بتستخدم هون؟ مين يجاوبني؟ محمد سعيد، ابو حماد موجود؟ محمد سعيد
محمد سعيد. أحمد بهمام. هاي دكتور. شو بستخدم أنا هون؟ عيد لي السؤال بس بالله. أليس بتعمل إنكريبت لصم بلين تكست وتحكي مع بوب. تعمل له إنكريبت. تستخدم شو؟ اللي هو AES. بس يعني قصدي من بابليك كي ولا برايفت كي؟ لا برايفت بيكون. طب ما البرايفت اتفقنا إنه ما بعرفوش أنا. طيب أنت الحين اللي احنا ما اخذنا على السكيورتي انه اعتقد مو انا خليك عشان هيك انا بسال عشان نناقش لانه يعني الشغله بسيطه لكن الخربطه فيها يعني صعبه. شوف اليس بتتودي مسج، خلينا هيك نحكي شوي اليس تتودي مسج لبوب، مين المفروض يقدر يقراها؟ بوب. بس بوب. كويس. هسه يا احمد يا احمد انت بدك تودي لي ايميل صح؟ انت لما تودي لي ايميل شو بتستخدم عشان تودي لي ايميل؟ عيب. كيف يعني شو بتستخدم؟ يعني بتستخدم مثلا الايميل اكاونت، يعني تعمل تو، مش بدك تعمل تو، تحط الايميل، تحط ايميلك ولا تحط ايميلك ولا ايميلي؟ لا ايميلك انت. اذا انا عشان اعمل انكريبت لبوب وفقط بوب يقدر يقرا المسج، استخدم الببليك كي تبع مين؟ تبع أليس ولا تبع بوب؟ لا تبع أليس. لا كيف؟ ما هو الآن إذا أنا وديت إيميل لحالي مين حيقرأه؟ أنا أليس. إذا وديت إيميل وضحت بابلك تبع بوب. وضحت. شوفوا يعني هاي هي خربطة المرات بيقعوا فيها الطلاب. إنه بدي أعرف بس هنا في عندي أليس إلها تو كيز بابلك وبرايفت، وبوب إلو تو كيز بابليك وبرايفت. حكينا كل واحد كل يوزر عنده يوزر نيم باسورد، واليوزر نيم هذا اللي هو الإيميل أكاونت آخر شيء بده صفي. فالآن أليس إذا بدها تعمل كوميونيكيت مع بوب بتستخدم البابليك كي تبع بوب. مين بيقدر يفك المسج هاي هسا؟ صبا. يا صبا سايفر تكست دكتور. الآن أنا بدي أعمل إنكريبت بالببليك كي تبع بوب، مين اللي بيقدر يقرأ المسج الآن؟ يعني السايفر تكست هسه حيروح هون كل الناس تقدر تشوفه، تعمل له سنيفينج مثلا، خلينا نقول شوف عادي تسمعه وفور سام ريزن، يعني احنا قلنا اتفقنا السايفر تكست مش اي واحد بيقدر يشوفه. طيب بس مين اللي بيقدر يفك المسج هاي ويرجعها بلين تكست؟ اللي هو بوب عند الديكريبشن. ليش؟ لأنه معاه البرايفت كي. لأنه المفروض الوحيد اللي معاه البرايفت كي المقابل، لاحظوها هسه البرايفت كي هاب هو مقابل لبابليك كي لبوب. أنا استخدمت بوب بابليك كي بالإنكريبشن، إذا بوب بالطبيعية لما تيجي مسج إذا استخدم البرايفت كي اللي إله حيرجع المسج، لأنه قلنا إن الرسمة هيهن البابليك كي والبرايفت كي هو عبارة عن زوجين من السيكريتس، هذول كل واحد بيشتغل عكس الثاني، واحد لوك واحد انلوك. إذا أنا طبيعيا إذا مودي إيميل لبوب، بوب بيقدر يقرأ الإيميل لأنه إذا استخدم البرايفت كي اللي هي الباسورد، إذا الأنالوجي هذا عشان نظل نتخيل ما ننساش من خربة، بفوت على إيميلي بشوف كل المسجات. إذا يا جماعة شو مستنتج؟ نستنتج انه انا اذا بدي اعمل انكريبت لشخص بعمل له انكريبت باستخدام his or her public key، مش البابليك كي اللي الي. واذا انا اذا عملت البابليك كي اللي الي مين اللي بيقدر يفك هاي المسج؟ بس انا، لانه انا معي البرايفت كي، ما حداش استفاد معناته. اذا انا بستخدم البابليك كي تبع الطرف الثاني عشان اودي له مسج، وانا بفترض انه الطرف الثاني ما حداش معه البرايفت كي الا هو، هذا الطرف الثاني هذا برايفت كي خاص له، اذا هو بيستطيع ان يعمل ديكريبت لهاي المسج ويشوفها فقط هو لحاله، وهيك احنا حصلنا سكيور كوميونيكيشن، ما حدا بيقدر يشوف المسج غير الطرف المعني فيها. زي لما اودي ايميل لشخص ما حدا بيقدر يشوفه غير هو لما يفوت على حسابه، وهو الطرف المعني فيه، وعشان يفوت على حسابه بده الباسورد تبعته.
عشان هيك في عندي public وprivate key. لا تخربطوا، كل طرف له public وprivate key، بس شو استخدم بالcommunication مهم. تمام هسه وضحت؟ أنا بقول كل اللي عنده سؤال من الكورس السابق يسألني، إذا في إشي مش واضح يسألني، بلاش يضل مفترض شغلات افتراضية وتطلع خطأ. دكتور ممكن السيمتريك يكون أقوى من الأسيمتريك؟ ممكن الإيش؟ السيمتريك يكون أقوى من الأسيمتريك. هسا شوفي قصة أقوى، طبعا احنا في عالم السيكوريتي اقوى يعني تقاس ان بقديش بدي وقت حتى اعمل بروت فورس اتاك. صحيح. الان بالعاده انا بختار كي سايز، يعني بابليك كي وبرايفت كي، عشان تفهم شو قصدي بالجواب، ارجعي للسيمتريك نفسه. يعني لو استخدمت الكي 10 بت ولا استخدمت كي 20 بت، أكيد العشرين بت أقوى لأنه بدأ أجرب سبيس أكبر، صح؟ بس بعدني بنفس الألغوريثم، بعدني سيمتريك بس بنفس الألغوريثم. فاللي بهمني مش نوع الألغوريثم، اللي بهمني الكي سايز أكثر من النوع، بدي عدد محاولات أكبر. فبالعادة إحنا بنختار سايز اللي هو الكي اللي هو البابليك والبرايفت، سايز يكافئ مثلا شيء اللي هو مكافئ او بده نفس القوه، او نفس القوه تبعت مثلا ال128 بت تبعت السيمتريك. بس لاحظي سؤال مهم جدا، سؤالك تذكرني يعني عشان اجاوب هسه، عشان احصل نفس القوه تبعت ال128 بت اللي بالسيمتريك، الاسيمتريك كي بده يكون تقريبا فوق ال2000 أو فوق الـ 1500. لاحظي؟ فوق الـ 1500 بت. لأنه طريقة عمل السيمتريك زي ما سألت أول المحاضرة تفترق، يعني فرق هائل. يعني هناك في substitution و permutation و rounds، هون ما في، هون في exponentiation وبتأخذ الجذر وبتعمل تربيع وبالمد. فإذا الأرقام صغيرة تقدر تلاقيها بسرعة هون، لأنه ما في rounds، ما في واحدة. يعني إذا قلت لك مثلا رقم وتربعيه، طب لو أعطيتك الرقم المربع خذي الجذر وترجعي إلى الرقم الأصلي، فهيك تقريبا. فعشان هيك نأخذ أرقام كبيرة جدا في عالم الأسيمتريك عشان نحصل سيكوريتي ليفل بنفس السايز تبع أبو 128 وأبو المية، يعني نحكي عن 2048 بت تقريبا. الآن بعالم الأسيمتريك يعني هو المقبول للشغل اللي هو 2048 بت، 1024 بت مقبولة لكن تعتبر ويك الآن، يعني على أطراف إنها تنكسر. طب دكتور البرايفت كي بيكون نفس حجم البابليك كي بال بجنرال اي دي اوف اسيمتريك؟ يعني تقريبا بكون، يعني هاي الديتيلز راح نحكي عنها قدام، بس ان جنرال يعني ممكن البابليك كي مش مهم يكون، اهم شيء البابليك كي لانه معروف هسه، صح؟ يعني لو كان مثلا بدل 2048 لو كان 1024 512 ذات فاين، هو معروف شو بدي هاجم فيه. بنحكي احنا يعني بنحكي معظم كلامنا باتجاه البرايفت كي. ماشي البرايفت كي تمام. اذا يعني هاي الاسئله، يعني اذا بكره بتروحوا على الشغل يا جماعه، يعني هاي الاسئله العامه يعني لازم تكونوا عارفينها يعني بالتفصيل، يعني جواب اذا بتحرفوا هيك شوي بتغير المعنى كله. يعني نحكي سيكوريتي لازم نكون دقيقين. ايوه الكلمه دقيق جدا بالمصطلحات، شو نستخدم اي طرف للبابليك كي، متى بنستخدم برايفت كي لي، متى بستخدم بابليك كي لي، متى بستخدم البرايفت كي تبع الطرف الثاني، متى بستخدم البابليك كي تبع الطرف الثاني. يعني أسئلة ممكن تنسألها بأي لحظة، بك تكون عارف وظيفة كل واحد، متخيل السيناريو الصح، السيستم صح متخيله. إذن هاي حكيت عنها، البلين تكست والسايفر تكست هذولا are treated as integers. ففي عندي functions هون، ماشي؟ لاحظوا السايفر تكست هو function بين البابليك كي والبلين تكست. البابليك كي تبع مين؟ تبع الطرف الثاني، بدي ودي له ايميل، بدي ودي له انكريبتد مسج، بعمل لها انكريبت بالببليك كي اللي له، ماشي. البلين تكست كيف برجعه؟ هو انذر فانكشن جي،
بستخدم ماي مش برايفت كي. المفروض ما حدا بيعرف البرايفت كي تبع الطرف الثاني، ما حدا يقول للطرف الثاني، المفروض كل واحد الباسورد تبعته له بس برايفت كي لي. فلما اشوف كي برايفت مباشره تفهم انها ماي، ماي كي برايفت. لما اشوف كي بابليك بدك تتاكد انه كي بابليك ممكن تكون الي او لغيري، لانه انا عندي اكسس لهم. بس بدك تعرف انه انا لانه البرايفت ما حداش بيقدر يستخدمه غير الطرف المعني، فانا بستخدم البابليك كي تبع الطرف المعني. هسه مين الطرف المعني؟ الطرف الثاني بوب. اذا هي اليس والطرف المعني هو بوب، بستخدم البابليك كي تبع بوب عشان هو يرجع يستخدم البرايفت كي اللي له عشان يرجع للبلين تكست. هاي صرت عيدها ثلاث مرات اكثر من طريقه، ماشي؟ عشان بس توضح المسج. الان هذا كمان حكيت عنه، this is very important fact، انه وجود الاسيمتريك كي does not eliminate، لا يلغي، eliminate لا يلغي، does not eliminate the need for symmetric key. يعني مستحيل مستحيل تلاقي عندك سيستم، يعني بالبراوزر لما تيجي تشتغل HTTPS، HTTPS إذا واحد سألك symmetric ولا asymmetric يكون بده وقعك، لأنه هو بيستخدم اثنين. يعني زي واحد بيقول لك سيارة فيها عجال وفيها ماتور، شو أستخدم، سيارة بماتور ولا سيارة بعجال؟ ما هو ما بينفعش، ما بدي عجال عشان تمشي وبدي ماتور عشان يمشي العجال، فالثنتين موجودات مع بعض. بعرفش إذا المثال هيك إن شاء الله يكون مرات يعني يعطي الفكرة، ماشي؟ لازم اثنين يكونوا مع بعض، يعني ما بقدرش أشتغل حياتي كلها أسيمتريك، هنشوف مشاكلها. ما بقدرش أكل كل حياتي سيمتريك لأنه إلها مشاكل، هنشوف، ماشي؟ هنشوف. بس نخلص موضوع السيمتريك بحد ذاته خلصناه، والأسيمتريك بحد ذاته إن شاء الله بنخلص الشابتر هذا. بعدين لما نصير نقارن حنصير نشوف وين مشاكل هذا اللي بحلها هذا، وين مشاكل هذا اللي بحلها الطرف السيستم الثاني. الآن فكرة الأه الأسيمتريك معتمدة على إشي نسميه trap door one way function. أول شيء خلنا نشوف شو تعريف one way function. طبعا اول شيء فانكشن، خلينا نبلش فانكشن، نعرف شو تعريف فانكشن، ماشي؟ ماشي. الون واي فانكشن معناته اذا مثلا بعطيك الانبوت اكس بتقدر تحسب واي اللي هي اف اوف اكس، سهل. بس اذا اعطيتك واي بقول لك شو قيمه الاكس اللي خلتني اصل لواي، ما تقدرش تحسبها. هاي الخاصيه بدنا اياها. يعني انا اذا بعطيك البابليك كي زي البابليك كي بقدر احسبه، او مثلا البرايف او البابليك كي بقدر احسبه بسهوله المفروض. بس اذا اخذت الببليك كي والفاينل ريزلت وحاول اعكسها اجيب مكوناتها اللي طلعت لي هذا الرقم، المفروض تكون صعب، لانه مكوناتها، مكونات الاجزاء اللي دخلت في حساب الببليك كي هي نفس المكونات اللي دخلت في حساب البرايفت كي. واضح وين اللينك؟ ليش بديش يكون ريفيرسبل؟ إذا بدي يكون في one way function. طيب شو معنى trap door one way function؟ الطرف الثاني اللي هو المعني بالرسالة بيقدر يعكس الoperation باستخدام some hint. يعني تخيلوا الcipher text هو mathematical operation زي ما حكينا، هو function. لكن انا اذا باخذ السايفر تكست ما بقدر اعكسه واطلع منه البلين تكست. واضح؟ هذا معنى وان واي فانكشن. طيب كيف يا دكتور لعاد الطرف الثاني بيجي سايفر تكست وبيعكسه؟ الطرف الثاني بياخذ واي اللي هي الاوتبوت تبع الفانكشن اللي هي السايفر تكست، وبياخذ سم هيلب الاي هاي اللي هي تراب دور. التراب دور هاي اللي هي البرايفت كي، احنا عندنا هاي اللي هي البرايفت كي. اذا انا السايفر تكست بحد ذاته هو اوتبوت من فانكشن وتز ايزي تو كومبيوت، لكن اذا بس باخذ السايفر تكست لحاله بقدرش اعكسه عشان اطلع البلين تكست. كويس. طب ما يجي السؤال الطبيعي، طبعا كيف بيقدر يعكسه على الطرف المعني الطرف الثاني؟ معاه السايفر تكست ومعاه شيء تراب دور اللي هو الاسم اللي فعليا سبيسيفيك لكيسنا، البرايفت كي.
فقدر أطلع الإكس. يعني هون قاعد بيستخدم رموز الماثماتكس مجمع وأسماء الماثماتكس إكس وواي وفانكشن ماشي. بس إحنا فعلياً الواي هي السايفر تكست والإكس هي البلين تكست والأي هي البرايفت كي. إذا في عندي تراب دور ون واي فانكشن. فكرة الـ RSA قائمة على هذا الكلام ماشي. المرة خليني بس آخر سلايد هون أحكي عنه عشان المرة الجاي نبلش بالـ RSA in general. الآن when n is large ماشي n اللي تساوي p ضرب q. يعني أنا باجي بقول لك هاي p وهاي q حسب لي n شو بساوي؟ بضرب p بQ طلع n سهلة. هاي one way function بعدين بعمل لها مود p مود p. الآن إذن given P and Q it is always easy to calculate N. طيب given N إذا أعطتك N عشان أطلع P و Q شو بدي أعمل؟ شو الأوبريشن اللي حكينا عنها قبل شوية سميناها؟ شو سميناها؟ Factorization صح؟ آخر الشابتر 9 قبل شوية بدي حلل N عوامل الأولية P و Q. This is the factorization problem. وزي ما شفنا قبل شوية الفاكتورايزيشن بروبلم از فيري ديفيكلت. ما فيش لينير ايكويشن او لا فيش لينير تا اوبريشن لينير تايم تقدر تطلع لي العوامل الاوليه ديز اكسبوننشال. عشان هيك يعني هاي شوي بتعطيكم هنت ليش بدي الارقام تكون كبيره عشان تاخذ وقت كثير اذا بدي اعمل فاكتورايزيشن. لاني اذا قدرت اعمل فاكتورايزيشن بطلت الون واي هاي بطلت تتمجد تقدر تعكس احلل. إذن هذا مثال على one way function ماشي. هذا مثال على one way function. المرة الجاية إن شاء الله نشرح ال RSA ونشوف بالتفصيل كيف بيشتغل وبشوف ال one way function والtrap door وكيف بيشتغلوا الماثماتيكال بروف تبعه ماشي يا جماعة. المرة الجاية يعني إن شاء الله تكون المرة هاي بس المقدمة هاي تكون هيك أنعشتكم وأعطتكم هيك فكرة واضحة شو اللي بدنا نسويه المرة الجاية. حدا عنده سؤال؟ دكتور تفضل. دكتور بالنسبة للامتحان اللي انت قلت فيه discussion صح؟ طيب عادي اكتب لك discussion بالعربي مو بالانجليزي؟ لما تشوف السؤال حتعرف حتعرف شو المطلوب بالdiscussion ماشي؟ يعني لا الجواب يعني شرحي بيكون يعني هو مش شرح يعني بمعنى الشرح. لما تشوف السؤال حتفهم كيف ليش لازم تحل. تمام. اوكي.